here's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things. السلام عليكم ورحمة الله. شيء أثر انتباهي في الآونة الأخيرة وهو انتشار هذا النوع من الفيديوهات المفبركة والتي يقوم فيها أصحاب هذه الفيديوهات بعمل بعض اللفات النحاسية وربطها مع أفوميتر ويقولون للناس بأنه بهذه الطريقة قد يمكنك صنع جهاز كشف معادن. طبعا هذه الفيديوهات تلقى إقبالا كبير حتى أنها قد تصل إلى ملايين المشاهدات، وذلك طبعا لأن الشخص المبتدئ دائما ما يبحث عن أبسط وسيلة لصنع الشيء دون القيام بتحليل منطقي لما يراه. فبركة هذا النوع من الفيديوهات لا يحتاج إلا إلى إضافة صوت كاشف معادن أثناء المونتاج، وبهذا يكون المشاهد قد انخدع ببساطة. لذلك لا يجب أن تنطلي عليك مثل هذه الحيل السخيفة. بحكم أنني من الأشخاص المهتمين بصناعة أجهزة كشف المعادن وأيضا البحث بها، كما أنني قدمت العديد من الفيديوهات عن بعض الأجهزة مثل البولوني وبيرات، أعرف أنه حتى لكي تقوم بصنع جهاز كشف معادن بسيط فأنت تحتاج لبذل بعض المجهود. يعني هذه الطريقة البسيطة التي يقدمها البعض هي لا تعطي أي نتيجة. لا ننكر بأنه يمكن تحويل جهاز راديو إلى جهاز كشف معادن والحصول على مسافة صغيرة أو شيء من هذا القبيل، لكن ما نتكلم عنه اليوم هو مجرد خداع. وبالنسبة لأصحاب هذا النوع من المحتوى، هذا المجال فئة نادرة هي من تهتم به فقط، لذلك احتراما لهذا ابذل بعض المجهود وقدم شيئا مفيدا.